بسم الله. Hello everyone. حبايب قلبي, grade 6. It's our first session for the second term. كل ترم وانتم طيبين يا شباب, ان شاء الله ترم جديد سعيد علينا كده ودايما متفوقين. عايزين نلتزم دايما بالريدنج, بالاكسرسايزز اللي احنا بناخدها في الهوم ورك. ما ننساش نبعت الريدنج عشان نتدرب دايما يا شباب ونوصل لاحسن مستوى. هنبدا بيونت 7, Amazing Artifacts. Amazing artifacts. يلا ننطق. Amazing artifacts. يلا نقول. ها. Amazing artifacts. سمعني. Amazing artifacts. Artifacts يعني قطع أثرية, وطبعا amazing يعني رائع. Amazing artifacts ده عنوان ال يونت بتاعتنا. Lesson 1, a visit to the museum. A visit to the museum. زيارة للمتحف. A visit to the museum. يلا شباب نقول كلماتنا. Gold. 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 Granite. Granite. Granite اللي هو حجر الجرانيت, ده حجر متين جدا. متين هناخدها يعني durable. Durable. يعني متين قوي جدا. Gold. Granite. Glass. Glass. طبعا ده material, مادة خام اللي هو glass الزجاج. Play. Play. Play يعني طمي أو صلصال. أنا خدها النهاردة في درسنا بمعنى طمي اللي هو بيطلع من نار النيل. يبقى عندي gold, granite, glass, clay. Extra vocab بقى. Artifacts. Artifacts. Durable. قلنا متين أو قوي, يعني you can't break it down. صعب إن أنت تكسره. Durable. Valuable. Valuable. Valuable يعني ذو قيمة, قيمته عالية جدا. Valuable. Durable. سمعني ها. Durable. Valuable. Durable. Valuable. Artifacts. Durable. Valuable. Materials. Materials. Fascinating. أخذناها قبل كده شباب في الفيرست تيرم. Fascinating. Fascinating يعني amazing, يعني wonderful, يعني awesome. Pot. Pot. نقولش بوت, نقول بوت. Climate. Climate. Papyrus. Papyrus. جميل. تعالوا بقى ناخد هنا reason. بص الأول الأخيرة دي مكسورة, ما نقولش reason, نقول reason. Reason. Student. البريتش, البريطانيين يقولوا عليها student, لكن إحنا منهجنا American فنقول student. Student. Dry. Dry. بص الدي والار ما نقولش dry, نقول dry. Dry. والopposite عكسها ايه؟ wet. Dry. Wet. Picture. Picture. The Museum of Ancient History. طبعا ده famous place, مكان مشهور, فلازم يبدا بحروف كابيتال كده. Museum Ancient History. اوف مش معموله ليه؟ لان حروف الجر والارتكلز والادوات ما بتتعملش كابيتال اهو, عشان كده ذا واوف مش بالكابيتال. The Museum of Ancient History. The Museum of Ancient History. Eagle. Eagle. Certain. بصوا يا شباب التي اللي في النص دي مش هننطقها تي خالص, هننطقها همزه زي بتاعت الالف, فهتقول ايه؟ سر ان. او بص كان انا بقول سر ان. سرتن. سرتن. اكسايتد. اكسايتد. ويت. فيزيت. فيزيت. جايد. المرشد اللي بيورينا الحاجات الاثريه. جايد. توم. الكلمه دي يا شباب بتتنطق كانها مكتوبه كده. توم.
البي سايلنت، اي ام يجي بعدها بي في البوك تبقى البي سايلنت على طول. توم المقبره، توم اكسايتنج اكسايتنج انترستنج. والشطار عارفين ان احنا لما يبقى عندنا ان وبعدها تي ينفع نطير التي ونقول انترستنج انترستنج. هارد هارد، ما تتكلميش يا رغد. هارد دامج دامج ستون. اوكي سريعا يا شباب، ريزن ستودنت درايف بيكتشر ميوزيوم اوف انشنت هيستوري ايجل سيرتن سايتد ويت فيزيت جايد تو اكسايتنج interesting hard damaged stone. عندي بعد كده ال conjugation of verbs preserve. preserve يعني يحفظ. في verb تاني يعني يحفظ اللي هو ايه؟ مين يقوله كده؟ قول save يعني يحفظ. اوكي ايه كمان؟ ايوه برافو keep. يبقى انا عندي كلمه بريزيرف يعني يحفظ، يحفظ حاجه مثلا في الثلاجه، مش يحفظ كلمات، يعني يحفظ كلمات او كده اسمها ميمورايز ميمورايز، لكن يحفظ حاجه عشان ما تبصش. بريزيرف والماضي بريزيرف، اقراها كده بص بريزيرف، ضم بقك في الاي ار اللي في النص بريزيرف. لما نلاقي اي ار لازم بنضم كده بريزيرف بريزيرف. لاست لاستد، عارفين كلمة last دي قبل كده يعني الماضي، يعني لما بنقول مثلا last night يبقى معناها الليلة الماضية، last week يعني الأسبوع الماضي، لكن النهاردة بناخد last بمعنى جديد. last verb يعني يدوم أو يستمر، مثلا نقول the festival اللي هو الاحتفال، the festival lasts for. يعني ايه lasts for؟ يعني بيستمر لمده كذا. The festival lasts for 3 days. الاحتفال بيستمر لمده 3 ايام. يبقى كلمه last هنا يعني ايه؟ يستمر او يدوم. The festival lasts for 3 days. لو تحب تقول يدوم للابد او يستمر للابد اسمها last forever. last forever يعني يستمر للأبد. طب يستمر لمدة طويلة last for a long time. last for a long time يعني يستمر لمدة طويلة. اوكي دي كلمة last، المرة دي verb. last lasted last lasted damage damaged. مين يديني verb زي damage؟ برافو برافو اكسلنت. قوليها تاني. destroy اكسلنت برافو عليك. damage equals destroy يعني يدمر. damage او destroy. damage الماضي damaged. damage الماضي damaged. طبعا اي كي يجي بعدها انت تكون الكي سايلنت فنقول no new no new. الاي دبليو البريتش البريطانيين يقولوها مثلا نيو، يقولوا ايه؟ نيو، يقولوا نيو، لكن في الامريكان منهجنا نقولها نيو، نقولها ايه؟ نيو. الاي دبليو بتتنطق او، يبقى نو نيو نو نيو. فايند فاوند فايند فاوند. بيلد بيلت بيلد بيلت. هير هيرد. بص في الماضي ما نقولش هير، دي بنقول ازاي؟ هيرد. قولها كده hear heard. hear heard. عشرة على عشرة. لما اجي ابدأ كلامي اقول كلمة ايه؟ اولا او في بداية الموضوع اقول first of all. first of all. of احنا عندنا اتنين، واحدة عاملة كده وواحدة عاملة كده. اللي بالدبل اف دي اسمها of. اسمها ايه؟ of. تمام؟ لكن دي اسمها ايه؟ of. of.
فهنا نقول first of all. قولها كده first of all. First of all. بداية دي ممكن نستخدمها كتير واحنا بنكتب paragraphs. أولا first of all. First of all. Close to. Close to. ناخد بالنا ان احنا لو قلنا close بالزي كده في النطق close دي معناها يغلق. لما اقول لك close the door please، يعني ايه close the door please؟ يعني اغلق الباب من فضلك. close the door please، حلو قوي. لكن لما اقولها close، close دي adjective صفه بمعنى قريب من، وبتيجي معاها to، نقول close to. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن اقول my school، مدرستي is close to my house. يعني ايه my school is close to my house؟ مدرستي قريبة من منزلي. يبقى انا عندي close لو قلتها ز تبقى يغلق، لو قلتها close تبقى adjective صفة معناها ايه؟ قريب، بتساوي near، close to. Keep something in a good condition. Keep something in a good condition. يعني يحافظ على حاجة في حالة جيدة. Be made of. Be made of. طبعا made of يعني مصنوع من. لو عايزين نقول الكرسي مصنوع من الخشب يبقى هنقول ايه؟ The chair is made of wood. The chair is made of wood. يبقى made of يعني مصنوع من. The chair is made of wood. The chair is made of wood. يبقى made of يعني مصنوع من. مصنوع من الذهب، made of gold. That's why. That's why دي بتساوي كلمة so، يعني لذلك أو لهذا السبب. That's why. Cover the artifacts in gold. يعني غطي القطع الأثرية بالذهب. Cover in. Covering. Last forever يعني يدوم للأبد. Last forever. Good for. Good for يعني جيد لي أو مفيد لي. تعالوا نشوف الـ guiding sentences، الجمل الاسترشادية في الأول كده. تامر and Tamara are at the museum. تامر وتامارا موجودين فين؟ في المتحف. And Mr. طارق is their guide. طبعا يا شباب الألقاب زي مستر، زي مس، زي دكتور لازم بتتعامل بحروف كابيتال عشان البانكتويشن. فهنا هم في المتحف. And Mr. طارق is their guide، هو المرشد بتاعهم. They're excited. يعني ايه excited؟ متحمسين. To learn more about ancient Egyptian artifacts. متحمسين لإيه؟ إن هم يتعلموا حاجات عن ancient Egyptian artifacts، القطع الأثرية المصرية القديمة. The hot dry climate، المناخ الجاف الحار in Egypt، في مصر. Helps to preserve artifacts، بيساعد في الحفاظ على القطع الأثرية. يبقى ايه اللي خلى عندنا قطع أثرية كتيرة جدا في مصر كده؟ The hot dry climate، المناخ الحار الجاف، لأن هو ده المناخ المناسب للحفاظ على القطع الأثرية. The ancient Egyptians built the pyramids with granite. المصريين القدماء بنوا الأهرامات بالجرانيت، حجر الجرانيت. وقلنا عليه إن هو durable. يعني إيه durable؟ يعني متين، يعني hard، صلب. طيب the ancient Egyptians used clay to make pots، استخدموا الطمي عشان يعملوا منه أواني فخارية. The ancient Egyptians used a lot of gold in Tutankhamun's tomb، استخدموا ذهب كتير قوي في مقبرة تutankhamun. Gold is valuable and durable. طبعا لازم نوصف الذهب ان هو قيم، قيمته عالية، ودورابل يعني ايه؟ متين، صلب. Gold is valuable and durable. طيب تعالوا بناء على الكلام اللي احنا قريناه نحل البوب كويز ده. بيقول when something is space we can break it down. اوكي يا شريفة، برافو عليك. durable لما تكون الحاجة durable متينة we can break it down، ما بنقدرش نكسرها. اتفضلي يا مايا.
We can space food in the fridge. Bravo, we can preserve. We can preserve food in the fridge. يعني ممكن نحفظ الأكل في الثلاجة. تفضل يا إياد. The ring is made of gold, so it is, برافو عليك, valuable. أو بيقول إن الخاتم مصنوع من الذهب, so لذلك it is valuable, يعني هو قيمته عالية. تفضل يا محمد مروان. The space tells the visitors exciting information about the ancient Egyptian artifacts. الله عليك. The guides, المرشد بيقول للفيزيتورز الزوار معلومات مفيدة وممتعة about the ancient Egyptian artifacts, عن القطع الأثرية المصرية القديمة. اللانجوج الريدنج بتاعنا شباب هنكتب على أول درس reading. ما تفوتش reading لو سمحت, عشان في نهاية الشهر هنعمل start of the month. الناس اللي التزموا بالريدنج كله هيتكافئوا مكافأة جيدة. هنا why are Tamara and Tamara at the museum? ليه تامر وتامارا في المتحف؟ Good morning and welcome to the Museum of Ancient History. صباح الخير, اهلا بيكم في متحف التاريخ القديم. My name's Mr. طارق. انا your guide today. ونقولش today, نقول today. Good morning and welcome to the Museum of Ancient History. My name is Mr. Tariq and I'm your guide today. أنا Mr. Tariq وأنا المرشد بتاعكم النهاردة. Good morning Mr. Tariq. بص ما نقولش good morning, لا good morning, ما بننطقش الجي. Good morning Mr. Tariq. I'm Tamer and this is my sister Tamara. We're students at Egyptian Eagle Primary School. إحنا طلاب في مدرسة النس المصري الابتدائية. And these are our parents. And these are our parents. Parents يعني إيه؟ Father and mother. ودول والدينا. We're excited to learn more about ancient Egyptian artifacts. دي تمارا بتقول We're excited to learn more about ancient Egyptian artifacts. إحنا متحمسين إن إحنا نتعلم حاجات أكتر عن القطع الأثرية المصرية القديمة. Great. What would you like to know? What would you like? Would you like? Okay? What would you like to know? إيه اللي عايزين تعرفوه? What would you like to know? Well. خلي بالكوا في فرق بين well وبين will. فهنا كلمتنا حسنا دي اسمها إيه? Well. Well, first of all, بداية, why do we have so many artifacts? شفت هنا كأن في why. Why do we have so many artifacts? أولا ليه عندنا قطع أثرية كتير? That's an interesting question. That's an interesting question. ده سؤال شيق. One reason. بص نقول إيه? Reason مش reason. One reason is the climate. One reason is the climate. سبب أساسي في إن إحنا عندنا قطع أثرية كتيرة هو إيه? المناخ. We have, كأن في why, we have a hot dry climate here in Egypt. We have a hot dry climate here in Egypt. احنا عندنا مناخ حر جاف هنا في مصر. So, لذلك, artifacts aren't damaged. Aren't damaged. كأن ما فيش تي. Aren't damaged. عشان كده القطع الأثرية مش بتبوظ. By cold and wet weather. By cold and wet weather. مش بتبوظ بالبرد او الجو الرطب المبلل يعني. This helps to preserve them. وده بيساعد في الحفاظ عليهم. them اللي هم مين؟ اللي هم artifacts, القطع الأثرية. The ancient Egyptians also knew that certain materials could last a long time. Could الال silent. هنا بيقول the ancient Egyptians, المصريين القدماء, also knew, أيضا عرفوا أن that certain materials, إن في مواد محددة could last a long time. Could last a long time. ممكن تدوم لمدة طويلة. That's why they built the pyramids with granite. وده السبب اللي خلاهم يبنوا الأهرامات بحجر الجرانيت.
A very hard and durable stone. بيعرفني بقى على حجر الجرانيت، يقول لي ان هو a very hard and durable stone، ان هو حجر شديد الصلابة والمتان. That's fascinating. ده رائع. That's fascinating. What other materials did they use? ايه المواد الخام اللي استخدموها كمان؟ They used a lot of glass. استخدموا ازاز كتير. Which lasts forever. Which lasts forever. واللي بيدوم للابد. They also used clay. كمان استخدموا الصلصال. الصلصال لا الطمي بقى هنا. عشان قلنا clay هنا يعني طمي. They also used clay. استخدموا ايضا الطم. Which is found close to the river Nile. نقول close هنا ما نقولش close. Which is found close to the river Nile. الطمي ده بنلاقيه بالقرب من نهر النيل. هتلاقيه على حاجة اسمها ايه؟ river banks. يعني ايه river banks؟ يعني ضفاف النيل. river banks يعني ايه؟ ضفاف النيل. close to the river Nile بالقرب من نهر النيل to make pots عشان يعملوا منه اواني. I also heard. بص بنقول heard مش hear. I also heard. انا كمان سمعت they used a lot of gold in Tutankhamun's tomb. انا كمان سمعت ان هم استخدموا ذهب كتير قوي في مقبره توت عنخ امون. Yes, the ancient Egyptians like to use كأن ما فيش دي like to use gold because it's valuable. هم فعلا حبوا استخدام الذهب لانه valuable قيم. But it is also very durable. لكن هو كمان متين جدا. When they cover artifacts in gold, لما هم غطوا القطع الأثرية بالذهب, they kept them in good condition. هم كده حافظوا عليها في حالة جيدة, لأن الذهب زي ما قلنا durable and valuable, قيم ومتين. I'm happy about that. I'm happy about that. أنا سعيد بسبب كده. It's exciting to enjoy. الجي مش بننطقها هنا. It's exciting to enjoy the things they made. ده حاجة ممتعة أو رائعة إن إحنا نستمتع بالحاجات اللي صنعوها. هنقراها شباب مرة على بعضها كده بقى من غير شر. ده للريدي. هنا بيقول Good morning and welcome to the Museum of Ancient History. My name is Mr. Tariq and I'm your guide today. Good morning, Mr. Tariq. I'm Tamer and this is my sister Tamara. We're students at Egyptian Eagle Primary School and these are our parents. We're excited to learn more about ancient Egyptian artifacts. Great. What would you like to know? Well, first of all, لازم نقف ثانية كده عند الكومة. Well, first of all, why do we have so many artifacts? That's an interesting question. One reason is the climate. We have a hot, dry climate here in Egypt. So artifacts aren't damaged by cold and wet weather. This helps to preserve them. The ancient Egyptians also knew that certain materials could last a long time. That's why they built the pyramids with granite, a very hard and durable stone. That's fascinating. What other materials did they use? They used a lot of glass, which lasts forever. They also used clay, which is found close to the River Nile, to make pots. I also heard they used a lot of gold in Tutankhamun's tomb. Yes, the ancient Egyptians like to use gold because it is valuable, but it is also very durable. When they covered artifacts in gold, they kept them in good condition. I'm happy about that. It's exciting to enjoy the things they made. هنا شباب بيسأل بيقول كلمة preserve معناها إيه؟ keep. طيب the underlying word fascinating. اتفضل يا خيري. برافو. fascinating يعني wonderful رائع. لما بنيجي نسأل يا شباب عن الارتيفاكتس عايز اقول ايه دي؟ فتقول what's this؟ It's a picture.
It's made of papyrus. هي صورة مصنوعة من papyrus، ورق البرد أو نبات البرد. الاكسرسايز يا شباب من غير listening مش هنحتاجه يعني، لأن الكلام واضح. فنقول لما نقول I went to the museum of ancient history، أنا رحت متحف التاريخ القديم. The museum was full of، يعني إيه full of؟ مليء بي. برافو يا جنى. The museum was full of، يعني المتحف كان مليء ب Egyptian artifacts. برافو يا فريدة. كان مليء بالقطع الأثرية المصرية القديمة. Mr. Ashraf was our space at the museum. قول يا رود. لا was our A at the museum. كان رايح معنا كـ A. manager ولا doctor ولا teacher ولا guide. كان رايح معنا كـ A مرشد. We space our visit to the museum. مين هيقول؟ قول يا ماي. برافو. We enjoyed our visit to the museum. احنا استمتعنا بزيارتنا للمتحف. طيب اتفضلي يا هنا قولي لي كده. We have a hot dry air in Egypt. History ولا water ولا climate ولا rain. برافو عليكي. We have a hot dry climate in Egypt. عندنا مناخ جاف حار في مصر. يلا يا دكتورة لوش. The space shows us the historical places on our trip. Guide. اسمه ايه؟ Guide. The guide المرشد بيورينا الأماكن التاريخية on our trip في رحلتنا. دكتور أنس. Number three. Space is a very hard and durable stone. Granite. برافو عليك. حجر الجرانيت هو حجر very hard and durable stone. حجر شديد الصلابة والمتانة. اللي جنبه what's your name؟ ياسين. يلا ياسين. We keep fruits fresh by. برافو عليك. preserving them in the fridge. بنحافظ على الفاكهة الطازجة عن طريق حفظها في الثلاجة. محمد مروان finish the text. The ancient Egyptians were really smart. كانوا أذكياء جدا أو بارعين جدا about what they used to build. في الحاجات اللي كانوا متعودين يستخدموها. They knew that certain materials. عرفوا إن في مواد محددة could. برافو عليك. could last a long time. يعني ممكن تدوم لمدة طويلة. They also knew that. عرفوا كمان إن the climate got really. نوصف المناخ إن هو really إيه؟ hot. حر جدا. and dry. وجاف. in Egypt. في مصر. artifacts aren't damaged. برافو. القطع الأثرية مش بتبوظ مش بتتلف. aren't damaged by because of the climate. ما بتبوظش بسبب المناخ. they used granite. أيوة برافو. they used granite. استخدموا حجر الجرانيت to build the pyramids عشان يبنوا الأهرامات. granite is a very hard stone. والجرانيت ده حجر صلب جدا. تعالي يا زيان كده اقري لي الريدنج بتاع التكست. اوكي. The material is what something is made of. There are a lot of materials in natural around us. Nature around us. One of these materials is clay. Clay is a natural material, which is found close to the River Nile. It comes from the river banks. We use clay to make pots, vases, and pottery. Iron and gold are natural materials. We can find them under the ground. Rings and necklaces are made of gold. The ancient Egyptians also used a lot of gold in Tutankhamun's tomb. Tutankhamun's tomb. Gold is an expensive material, but it's also very durable. It can last a long time. Gates, machines, and cars are made of metal. برافو عليكي. Thank you so much. جميلة قوي. طيب تعالوا شباب كده بعد إذنكم
ناخد ايه التكست ده حته حته كده. عايز الناس تترجم معايا بعد اذنكم. الماتيريال يعني ايه ماتيريال؟ الماده الخام. بيعرفها لي هنا بيقول لي هي ايه الماده الخام. يعني مثلا لو جالي سؤال قال لي ايه وات از ا ماتيريال، ما هي الماده الخام؟ هقول له ا ماتيريال از وات سمثينج از ميد اوف، هي الشيء اللي مصنوع منه الحاجات. There are a lot of materials in nature around us. يعني ايه الجملة دي؟ There are a lot of materials in nature around us. برافو عليك، يوجد الكثير من المواد الخام حولنا في الطبيعة. In nature around us. طيب، one of these materials is clay. ها؟ واحد من هذه المواد الخام هو الايه؟ الطين. Clay is a natural material. ايوه الطين هو مادة خام طبيعية. Which is found close to the river Nile. يعني بتوجد فين؟ بالقرب من نهر النيل. اوكي جميل الترجمة. It comes from the river banks. 10/10 تأتي من ضفاف النيل. We use clay to make pots. بنستخدم الطمي لصنع الأواني. Vases and pottery. الفازات والفخار. Iron and gold. الحديد والذهب. Are natural materials. المواد خام طبيعية. برافو. We can find them under the ground. ممكن نلاقيهم تحت الأرض. Rings and necklaces. Rings اللي هي الإيه؟ الخواتم. Necklaces العقود اللي بتتلبس في الرقبة. Are made of gold يعني مصنوعة من الذهب. The ancient Egyptians also أيضا يعني used a lot of gold into Tutankhamun's tomb. في مقبرة المصريين القدماء استخدموا ذهب كتير في مقبرة توت عنخ آمون. Gold is an expensive material. برافو، الذهب مادة خام غالية. But it is also very durable. لكن هو أيضا متين جدا. It can last a long time. ممكن يدوم لمدة طويلة. Gates اللي هي البوابات. Machines اللي هي الآلات. And cars والعربيات are made of metal مصنوعة من المعدن. ترجمنا كل التكست وناخد الأسئلة بقى. The general idea of the text is about يعني إيه السؤال؟ فكرة العامة للنص عند إياد سليم. برافو عليك، الفكرة العامة للنص واضح إنها بتتكلم عن materials المواد الخام. خيري، we get space from the river banks. برافو عليك، we get clay from the river banks. بنحصل على الطمي من ضفاف النيل. The underlined word durable معناه إيه؟ durable يعني strong. برافو عليك، durable يعني متين يبقى قوي strong. What is a material؟ تفضل. برافو عليك، أول جملة في التكست. What is a material؟ ما هي المادة الخام؟ روح معرفنا هولو، نقول له a material is what something made of. هي ما يصنع منه الأشياء. A material is what something made of. A material is what something made of. المادة الخام هي ما يصنع منه الأشياء. Summarize the text in one sentence. قلنا التلخيص يا بيبقى في الجملة الأولى يا في الثانية، فهنقول إيه هنا؟ قولي لي جملة بقى. أيوة الجملة الثانية هنا لطيفة قوي، فنقول there are a lot of materials in nature around us. يوجد الكثير من المواد الخام في الطبيعة حولنا. There are a lot of materials
in nature around us. يوجد الكثير من المواد الخام في الطبيعة حولنا. There are a lot of materials in nature around us. يبقى السؤال الأول, what is a material? ما هي المادة الخام؟ قلنا a material is what something made of. هي ما يصنع منه الأشياء أو الشيء. Summarize the text. بنلخص النص في جملة, there are a lot of materials in nature around us. يوجد الكثير من المواد الخام في الطبيعة من حولنا. هنبدأ بقى نرتب مع عبد الرحمن. Number one يا بودي. Why? برافو عليك. دايما أداة الاستفهام نجيب بعدها فعل مساعد اللي هو do. يبقى why do. الفاعل بقى we. فعل بقى have. برافو. So many artifacts. ويبقى معناها ايه بقى؟ السؤال هنا هيبقى معناه ايه؟ قول يا جاية. من القطع الأثرية. برافو عليك. قالت لماذا نمتلك العديد من القطع الأثرية؟ Why do we have so many artifacts؟ طب مين اللي عارف الإجابة؟ Why do we have so many artifacts؟ برافو. Because of the climate. We have a hot dry climate in Egypt. عندنا المناخ جاف حر, وده هو it helps to preserve them. بيساعد ان احنا نحافظ عليه. مين هيرتب هنا؟ اتفضل مصطفى ولا شهاب؟ مصطفى. The ancient Egyptians, المصريين القدماء. The ancient Egyptians عملوا ايه؟ ده الفاعل, يبقى بعده فعل. Made. صنعوا. قول يا ملا. The ancient Egyptians made. برافو. Made the pyramids. بص كلمة pyramids بنعملها P capital عشان famous place, مكان مشهور. The ancient Egyptians made the pyramids from granite. عملوا الأهرامات من granite, حجر الجرانيت. يبقى قلنا why do we have so many artifacts, لماذا نمتلك قطع أثرية كثيرة. The ancient Egyptians made the pyramids from granite. المصريين القدماء صنعوا الأهرامات من الجرانيت. تفضلي يا إنجي. برافو عليكي. The ancient. ماشي. هيقول البانكتويشن. The ancient Egyptians, المصريين القدماء, like to use gold. أحبوا استخدام الذهب. Like to use gold. بس. The ancient Egyptians like to use gold. المصريين القدماء أحبوا استخدام الذهب. اعمل لي البونكتويشن يا محمد. They're excited to learn more about Egyptian artifacts. T capital بداية الجملة في they. وأكمل عادي. They're excited. وبص في كلمة كلمة أخد بالي. To learn about. ها هنلاقي ايه في طريقنا؟ كلمة ايه يا محمد؟ Egyptian عشان nationality جنسية لازم نحملها بـ E capital. يبقى هنعمل هنا Egyptian بـ E capital لأن هي nationality. Artifacts والفول ستوب أو البيريود محطوطة, فإحنا كده تمام. They T capital وEgyptian الـ E capital, دي بداية الجملة ودي nationality جنسية. تعالوا بقى نلعب اللعبة بتاعتنا كده في الباراجراف اللي هنكتبه عن Ancient Egyptian Artifacts أو القطع الأثرية المصرية القديمة. تعالوا يا شباب نكتب في نص السطر عنوان الباراجراف اللي هو إيه كده, قول لي. The ancient Egyptian artifacts. The ancient
Egyptian artifacts. عايزين نبدأ كده شباب نقول إيه؟ يوجد الكثير من القطع الأثرية المصرية القديمة. هنسيب حتة فاضية في الشمال ونقول إيه؟ There are so many يعني a lot of برضو. There are so many artifacts in Egypt. There are so many artifacts in Egypt. يوجد الكثير من القطع الأثرية in Egypt في مصر. مين يقول لي جملة كمان؟ هنقول إن المصريين القدماء. طب لا، نقول الأول السبب اللي خلى عندنا so many artifacts in Egypt. One reason is the climate. سبب واحد هو المناخ. One reason is the climate. ونقول بقى شكل المناخ بتاعنا عامل ازاي. عندنا مناخ جاف حر في مصر، يبقى نقول ايه؟ We have a hot dry climate. We have a hot dry climate. بدأنا شباب there are so many artifacts in Egypt. One reason is the climate. We have a hot. نكملين. كتبنا دول there are so many artifacts in Egypt. يوجد قطع أثرية كثيرة في مصر. One reason is the climate. سبب واحد هو المناخ. We have a hot dry climate. We have a hot dry climate. عندنا مناخ جاف حار. Here in Egypt. هنا في مصر. وده بيساعد في الحفاظ عليهم. This helps to preserve them. This helps to preserve them. وده بيساعد في الحفاظ عليهم اللي هم القطع الأثرية. يلا بقى نقول إن المصريين القدماء استخدموا ذهب كتير في مقبرة توت عنخ آمون، بس الأول نقول إن هم أحبوا استخدام الذهب، يبقى هنقول الله على الجمال. The ancient Egyptians. The ancient Egyptians liked to use gold. أحبوا استخدام الذهب. Like to use gold. طب ما تيجي نقول بقى حاجة عن الذهب ده نوصفه انه هو ايه؟ Yes. الأول ممكن نقول عنه gold is an expensive material. أول حاجة كده نقول انه هو مادة خام غالية. Gold is an expensive material. أدي أول وصف ليه وفاضل وصفين. هنقول it's also يعني هو أيضا. It's الله عليك يا محمد، هم دول الوصفين اللي أنا عايزهم بالظبط. Valuable قيم and durable ومتين. Valuable and durable. يبقى قلنا we have a hot dry climate here in Egypt. عندنا مناخ حر جاف هنا في مصر. This helps to preserve them. ده بيساعد في الحفاظ عليهم اللي هم artifacts. The ancient Egyptians liked to use gold. أحبوا استخدام الذهب. Gold is an expensive material. والذهب ده مادة خام غالية. It's also valuable. هو أيضا قيم. And durable. ومتين. And durable.
وبعدين نقول بقى ان هم استخدموا دهب كتير في مقبره توت عنخ امون، بدل ما اقول the ancient Egyptians بقى هنقول they بقى. They also used، هم ايضا استخدموا a lot of gold، ذهب كتير. They also used a lot of gold فين؟ in Tutankhamun's tomb. خلي بالك ده شخص اهو الملك Tutankhamun، يبقى لازم capital Tutankhamun's tomb، في مقبرة الملك توت عنخ امون. tomb. they covered، هم غطوا the artifacts in gold، هم غطوا القطع الأثرية بالذهب. they covered the artifacts in gold، غطوها بالذهب. طيب خلصنا موضوع الذهب بقى، نقول ان هم استخدموا الطمي لصنع الاواني. They used clay to make pots. They used clay to make pots. استخدموا الطم لصنع الاواني. They used clay to make pots. They used clay to make pots. استخدموا الذهب لصنع الأواني. أوكي. clay ده بيجيبوه منين؟ clay comes from، بيأتي من the river banks. clay comes from the river banks. بيأتي من ضفاف النيل. clay comes from the river banks. ايه كمان يا شباب؟ هنقول ان هم كمان استخدموا زجاج قوي بيدوم للأبد. they also used glass. they also used glass. أو ممكن نقول they also used strong glass. استخدموا زجاج قوي. which lasts forever. والذي يدوم للأبد. which lasts forever. احنا عاملين جمل أكتر بكتير من اللي هو عايزها، بس عشان يبقى عندنا أفكار كتير. يبقى احنا قلنا عن الذهب، وقلنا عن الكلاي، وقلنا عن جلاس. في حاجة تانية عملوها واحنا ما قلناهاش؟ كله تمام كده يعني؟ هو ده الكلام. they built the pyramids. they built the pyramids with granite. بنوا الأهرامات with granite، بحجر الجرانيت. وبعدين نقول برضو عنه معلومة، granite هتبقى آخر معلومة هنا. هنقول إن الجرانيت ده حجر قوي وصلب جدا. نقولها إزاي دي؟ هنقول granite is a very durable stone. granite is a very durable stone. إن الجرانيت ده حجر قوي جدا. طيب يا شباب، يبقى انا كده اخدت الدرس الاول وحليت عليه الاكسرسايز بتاعه. كل الهوم ورك اللي مطلوب منك حاجه واحده فقط لا غير،
ان انت تقرا الريدنج وتبعته لي على الجروب. من هنا ورايح يا شباب باذن الله هيبقى عندنا الدرس هناخده ونحل الاكسرسايز بتاعه في الكتاب، وبعدين انت تاخد الدرس ده هوم ورك فين؟ في البوكلت اللي انت هتاخدها السيشن الجايه ان شاء الله. ثانك يو اند جود باي.